السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السابقة وقفنا على الكثير من الحقائق العلمية. عرفنا كيف يعمل التطور وما هي آلياته، وفصلنا الأدلة على صحته، وخصوصا الأدلة الجينية التي تعد أقوى الأدلة، تماما مثل ما تدل الصور والفيديوهات على كروية الأرض. عرفنا أيضا جواب أغلب الإشكالات التي يطرحها المنكرون للتطور عن جهل، أغلبهم لأسباب دينية، فقط لأنهم يتصورون أن التطور ينكر أو يلغي وجود الإله. الآن في هذه الحلقة وفيما يليها من حلقات سوف نتناول أهم ما أردناه من هذا البرنامج: بيان التنظير للإلحاد من خلال التطور، ثم بيان الرد على هذه الأطروحات الإلحادية الحديثة كما يروج لها بروفيسور دوكينز مثلا وغيره من علماء الأحياء التطورية الملحدين. ما الذي نقصده الآن بالإلحاد العلمي أو الإلحاد المنظر له علميا؟ ما الفرق بين الملحد واللا أدري؟ ما هي الأدلة العامة لإثبات وجود إله؟ كيف أن نظرية التطور التي تكلمنا عنها خلال الحلقات المضت تثبت وجود إله وليس العكس؟ تابعوا معنا لمعرفة الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا المبني على كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن. أولاً، لابد أن نعرف أن قضية الإيمان بوجود إله هي قضية تحتاج إلى دليل إثبات، وكذلك الأمر بالنسبة لعدم الإيمان بوجود إله أو رب، فهي أيضا تحتاج إلى دليل إثبات، يعني إثبات عدم وجود الإله. فكل منهم اعتقاد، سواء الإيمان أو نفي الإيمان، وكل اعتقاد يحتاج دليل إثبات لمن يتبناه. إذن فمن غير الصحيح أن يقال مثلا أن الملزم بتقديم الدليل هو فقط الطرف المؤمن، إذ أن كلاهما المؤمن والمنكر يحتاج إلى دليل إثبات أو دليل نفي. نعم، بين هذين الاعتقادين نجد موقف آخر، وهو موقف التشكيك أو ما يسمى باللا أدرية، بمعنى أن الشخص يكون متوقف في المسألة بحيث أنه لا يعرف هل يوجد إله أم لا، فيقول أنا لا أدري إن كان هناك إله أو رب. هذا الموقف هو موقف اعتقاد بجهل بالواقع، وهو إذن لا يحتاج إلى دليل إثبات. لماذا؟ لأن الجهل بالحقيقة لا يحتاج إلى إثبات، وهذا واضح. لكن مع ذلك يبقى الشخص اللا أدري يحتاج إلى مناقشة أدلة الإثبات التي تقدم له، ولا بد أن يبين أنها غير كافية. ولماذا هي غير كافية؟ أي بتعبير آخر، يحتاج اللا أدري أو المشكك إلى نقد أدلة إثبات وجود إله. يعني مثلا حتى نبسط الأمر، إنسان يقول لك أنا لا أعرف إن كان هناك أشخاص في المنزل أم لا، فلا يمكن أن تطالبه أن يعطيك الدليل على عدم معرفته، لأن الشخص ببساطة يقر لك بعدم المعرفة، وعدم المعرفة لا يحتاج إلى دليل. ولكن إن أنت قلت له أنك تعتقد بوجود أشخاص داخل البيت مثلا، ثم قدمت له أدلة مثل أنك رأيت مصباح أضاء وانطفأ عدة مرات، أو أنك سمعت صوت إنسان يتكلم، فيلزمه إما أن يقتنع بدليلك ويغير موقفه، أو يبين أن دليلك غير كاف للجزم بوجود أشخاص في الداخل. ثم لو جاء شخص ثالث وقال لكما أنا أعتقد أنه لا يوجد أي شخص داخل المنزل، فحينها من المنطقي أنه سيسأل عن دليله، ولا يمكن أن يكتفي بمجرد النفي. وكمثال يقدم دليلا على أن هناك حراس مثلا طوال الوقت على المنزل، وهم يشهدون أنه لم يدخل أحد. عموما، ما أردت بيانه بالمثال هو أن كلا الموقفين، موقف الإيمان بوجود إله وموقف عدم الإيمان بوجود إله أي الإلحاد، كلاهما يحتاج تقديم الدليل. وأما الذي يقول أنه لا يدري فهو أيضا يحتاج إلى بيان
أن الأدلة على وجود إله التي قدمها السيد أحمد الحسن في كتابه من الإلحاد والتي سنعرضها أيضا خلال هذا البرنامج غير كافية. في الماضي كان الإلحاد مبنيا على أساس مناقشة ونقد أدلة إثبات وجود إله، بالإضافة إلى عدد من الإشكالات المطروحة على الأديان الإلهية، سواء على مستوى أشخاص الأنبياء أو على الكتب السماوية أو النصوص الدينية أو على مستوى الصفات الإلهية كالرحمة الإلهية أو العدل أو الكمال الإلهي وغيرها من الإشكالات على الدين. فالمؤمن بوجود إله من قبل لم يكن يحتاج إلى أكثر من تقديم الأدلة لإثبات وجود الإله ثم الرد على محاولات النقد أو على الإشكالات التي يطرحها الملحدون أو المنكرون لوجود الإله. الآن ما الذي تغير؟ ولماذا نحتاج اليوم فعلا كتاب مثل كتاب وهم الإلحاد في هذا الزمن تحديدا؟ الحقيقة أن المواجهة اليوم بين الإلحاد والإيمان قد تغيرت جذريا. قد أصبح لدينا اليوم في الساحة الفكرية إلحاد حديث، إلحاد علمي، أو لنقل إلحاد يتم التنظير له بواسطة العلم. هذا الإلحاد لديه أطروحة متكاملة ومنهج علمي دقيق، ويقدم تفسير للقضايا الوجودية الكبرى، قضية الحياة ونشأتها، وكذلك تطورها وتنوع الكائنات الحية، أيضا قضية الكون وظهوره ومراحل تكونه. فنحن اليوم نواجه إلحادا يقدم إجابات يعتبرها أصحابها تامة وكافية للأسئلة والقضايا الكبرى الوجودية دون الحاجة للغيب أو وجود الإله، بل هم يعتبرون أن هذه الإجابات والتفاسير للوجود وللعلة أو السبب وراء الوجود يثبت عدم وجود إله لأننا لا نحتاج له حسب نظرهم. الإلحاد اليوم يعتمد البحث الأكاديمي الذي يوفر لنا إجابات علمية بمستوى عالي من الدقة مؤيدة بالأدلة سواء النظرية منها أو بالرصد والمشاهدة، وهذه الإجابات يستغلها الملحدون كطرح بديل للعلة سواء على مستوى الوجود على الأرض أو على مستوى الكون ككل. فعلم البيولوجيا أو علم الأحياء التطوري مثلا يجيب عن أسئلة مثل ما هو مصدر الحياة الأرضية؟ كيف نشأت وتطورت؟ ومن أين جاءت كل هذه الأنواع من الكائنات الحية؟ بحيث أنه يعطي تفسير علمي معقول ودقيق على أن الحياة الأرضية بدأت منذ ملايين السنين من مواد كيميائية غير حية ثم تطورت بالتدرج وتنوعت. علم الفيزياء النظرية والكوسمولوجيا يقدم أيضا أجوبة على الأسئلة الوجودية على مستوى الكون، أي من أين جاء هذا الكون الذي نعيش فيه وكيف تكون وما هي بداياته. وبما أن مسألة إثبات وجود الإله أو الرب هي بالأساس ترتكز على إثبات كونه علة الوجود سواء على مستوى الحياة والأرض أو على مستوى الكون عموما، وبما أن العلم حدد العلة للحياة على أنها مركبات كيميائية وأن العلة للوجود الكوني هي الجاذبية أو التفاوتات الكمية في الفراغ، فهذا يعني بالنسبة لهم ليس فقط عدم الحاجة لفرض وجود إله أو الغيب كعلة، ولكن أيضا يثبت عدم وجود الإله الذي نقول نحن المؤمنون أنه علة الوجود. الملحدون الجدد اليوم يرون أن العلم كافي لوحده لبيان العلل الوجودية، وهذه العلل كانت تعتبر مجهولة في الماضي، وأما اليوم هم يقولون أن العلم قد ملأ كل فراغ يمكن أن تستغلوه لإقحام التدخل الغيبي أو لطرح وجود إله يسد ذلك الفراغ أو ليكون علة لحدوث شيء أو لبدء شيء. هذا ما يقوله اليوم الملحدون الجدد مثل
بروفيسور ريتشارد دوكينز أو بروفيسور ستيفن هوكينج أو بروفيسور لورنس كراوس وغيرهم. هناك أمر مهم أيضا، ولهذا التنظير الإلحادي يساعده في أرض الواقع ما يطرحه المتدينون في الساحة والقصص التي يروونها للبدايات، سواء بداية الإنسان أو الحياة على الأرض أو حتى بدايات الكون ككل. وأقصد بذلك الطرح الديني الكلاسيكي المبني على فهم محدود ظاهري وسطحي للنصوص الدينية، أو المبني على نصوص دينية غير ثابتة أصلا أو محرفة. وهذا الأمر موجود في الإسلام والمسيحية واليهودية، بل حتى في الأديان الأخرى مثل الأديان الشرقية الهندوسية وغيرها. وهذا الطرح والتفسير الديني الكلاسيكي يناقض تماما العلم والحقائق العلمية التي بحوزتنا اليوم. قصة خلق الإنسان مثال مشهور على الطرح الديني التقليدي الذي يساعد الإلحاد الحديث في تنظيره. فنجد مثلا أن الكثير من المؤمنين اعتمادا على فهم ظاهري سطحي وجامد للنصوص الدينية يفترضون أن الإنسان خلق فجأة وبصورة خاصة، أو أن الإله صنع صنما من طين ثم حول هذا الصنم إلى كائن حي بجسم إنساني، وهذا الإنسان الأول هو آدم. هذا التصور نعلم الآن علميا أنه خاطئ وأنه لا يمكن قبوله بحال، فهو يناقض النظرية المثبتة المعتمدة عالميا في الجامعات ومراكز البحوث المعتد بها. فنحن اليوم نعلم وبالأدلة المتراكمة أننا ننتمي جسديا إلى نوع الهومو سابينس، والهومو سابينس جاء كنتيجة تطورية بالتدريج لمليارات السنين. هذا التطور انطلق من سلسلة كيميائية أو جزيء قابل لينسخ نفسه، هو المتضاعف الأول، ثم تطور إلى خلية، ثم خلية حقيقية النواة، ثم متعددة الخلايا، إلى أن وصل إلى الثدييات والرئيسيات، إلى غاية الهومو بجميع أنواعه، وصولا إلى الهومو سابينس الذي يحدد عمره بحوالي 200,000 سنة تقريبا. ويمكن مراجعة الحلقات السابقة للإطلاع على بعض الأدلة بالتفصيل. من جهة أخرى وعلى مستوى وجود الكون ككل، نجد طرحا لا يوفق أبدا ما وصلنا إليه في الفيزياء الحديثة والكوسمولوجيا ونتائج المشاهدة الكونية والرصد. فبعض المتدينين يقدمون أطروحة إيجاد الخالق للكون كله كما هو الآن بتفاصيله مباشرة، لكن نحن اليوم نعلم أن الكون محل حوادث عديدة، فالمجرات والنجوم والكواكب لم تكن كلها موجودة في وقت واحد، والأرض كذلك وجدت متأخرة جدا عن الشمس. أيضا نعلم أن الكون يتمدد ويتوسع بتسارع، وأنه إذا رجعنا إلى الوراء سنصل إلى نقطة تفرد نشأ منها كل هذا الكون. عموما بالنسبة للملحدين اليوم، الكون والمخلوقات الحية إذا اعتبرنا أنها أثرا فهي تكون دالة على مؤثر، ولكن هذا المؤثر ليس مؤثرا غيبيا، بل هو مؤثر معروف لنا وهو القوانين الطبيعية، أي أن خالق هذه المخلوقات هي الطبيعة، أو بشكل أكثر دقة قوانين الطبيعة وليس شيئا آخر. إذن الإلحاد الحديث اليوم المبني على الأسس العلمية غير الإلحاد في الماضي، والمواجهة بينه وبين الخط الإيماني أيضا تغيرت وبشكل جذري. للأسف أني أرى الإلحاد اليوم لأسباب منطقية مرتبطا بانتصاره العلمي على رجال الدين. فمن يدعون تمثيل الأديان يردون على المواضيع العلمية التي يرونها معارضة للدين دون فهم لا للنصوص الدينية ولا للنظريات العلمية. قد وجدت شخصيا من خلال قراءتي لردود رجال الدين أو من خلال مشاهداتي للقاءات أو برامج مرئية أنهم في مرات عديدة يفهمون فهما خاطئا
مشوها تماما، ثم يردون على فهمهم الخاطئ بأقوال ساذجة مع بعض المزيج المعتاد من المغالطة والاستعطاف. وقد بدأ أخيرا البعض من رجال الدين وتحت تأثير قوة أدلة النظريات العلمية بالاستسلام والاعتراف بأنها صحيحة من جهة وبأنها لا تعارض الدين من جهة أخرى. لكن كيف لا تعارض الدين؟ فالنظريات العلمية التي ينظر لها الملحدون الآن كما قلت تمثل أطروحة متكاملة وترسم لوحة أخرى عن نشأة الكون وتطوره ونشأة الحياة على الأرض وتطورها دون الحاجة لفرضية وجود إله، بل اللوحة تحتوي أيضا على قصة نشأة وتطور الدين كنتاج إنساني. إذن للخلق قصة علمية لا تحتاج بنظرهم لوجود إله واع وهادف كاتبا لها. فهل يمكن أن يقول عالم عاقل باجتماع قصة العلم الحالية كاملة 100% مع الإيمان بإله دون أن يعطي حلا للتناقضات بينهما؟ فلدينا تفسيران مختلفان يظهران متناقضين، ويذكرنا ربما هذا المشهد بالنظريات الخمسة للأوتار التي يعني وضعت للجمع بين نظرية الكم ونظرية النسبية العامة، حيث كانت تظهر مختلفة ومتناقضة. فكان أن جاءت نظرية M أو نظرية كل شيء لتبين أن كلها رؤيات مختلفة لنفس الحقيقة. كتاب وهم الإلحاد يرفع التناقضات ويضع كل جزء في مكانه لترى كل شيء في لوحة واحدة متناغمة. ولذلك قلت فيما مضى وأكرر الآن أنه أخيرا وللمرة الأولى في التاريخ تبدأ مناظرة جدية بين الإلحاد والإيمان. لماذا المرة الأولى؟ بكل بساطة لأني أعتقد أن كل المناقشات التي كانت من قبل لا يمكن اعتبارها مناظرات حقيقية ولا ردودا حقيقية على الإلحاد العلمي، ولأنها مناظرات ونقاشات بين من يدعون تمثيل الأديان ويحملون نظرة خاصة وفهما خاص للنصوص الدينية، وبين ملحدين يردون على دين يقدمه فقهاء الدين وليس على الدين نفسه. ربما كلامي هذا لن يرضي البعض، لكنه مبني على قناعة كاملة وصادقة. الدليلين الأساسيين اللذين قدمهما كتاب وهم الإلحاد من خلال القرآن هما: أولا العدم المطلق غير منتج، وهو رد على المنظرين للإلحاد وعلى مقولة كون من لا شيء من خلال ما وصلت له الفيزياء النظرية والرياضيات وعلم الكوسمولوجيا الحديث. فهم يعتبرون أن الجاذبية أو التفاوتات الكمومية في الفراغ كافية لإنتاج كون من لا شيء، وهذا يمثل أكبر تحدي إلحادي وهو أكبر بكثير مما يطرحه التطور، وسنقوم بالتعرض له لاحقا بعد أن ننتهي تماما من إثبات وجود إله على مستوى الحياة الأرضية. الدليل الثاني هو كون صفة الأثر تدل على صفة المؤثر، سواء في التنظيم أو التقنين أو الهدفية أو الحكمة، وعلى ثلاث مستويات: مستوى الكون، مستوى الحياة الأرضية، وكذلك على مستوى الإنسان والطفرة الثقافية. وأول ما سنبدأ به هو الحياة الأرضية والنظرية التي تفسر تنوعها وهي تطور، وبالخصوص من صفة الهدفية، فالتطور هادف بمجموعه، وبالنتيجة سيثبت لدينا أن من ورائه من يريد الوصول إلى هذا الهدف. فما قدمه السيد أحمد الحسن في كتاب وهم الإلحاد هو ليس فقط إثبات أن التطور لا يناقض أو يتعارض مع وجود الإله، بل أعطى الدليل على أنه يثبت وجود إله وليس العكس. نعم، التفسير العلمي كما سيتبين لنا يدل في الحقيقة على أن هناك مقنن ومنظم وهادف وحكيم، وهذا يتوافق تماما مع الأدلة
العقلية التي يقدمها القرآن لإثبات وجود إله، وبالخصوص دليل صفة الأثر تدل على صفة المؤثر. وسنتعرف معا في هذا البرنامج بالتفصيل على هذا الدليل ونفهمه إن شاء الله. التطور أثر يحمل صفة التنظيم والتقنين والهدفية، وبالتالي يدل على وجود مقنن ومنظم وهادف وراءه. بينما البروفيسور ريتشارد دوكينز ومن ينظرون للإلحاد يقولون أن التطور عملية عمياء ولا يوجد هدف بعيد المدى، بل ما يوجد هو فقط أهداف قصيرة المدى وهي البقاء. ما يقوم به بروفيسور دوكينز هو التفكيك لهذا الكيان الواحد وتجزئته ليمرر أطروحته، فهو يعمد إلى التجزئة ليقول لكم انظروا إن هذه العناصر أو الأجزاء مجتمعة تظهر كأنها هادفة ولكنها في الحقيقة ليست كذلك. هذه التجزئة لكيان واحد كبير أمر يستحق أن نقف عنده مرة أخرى لنفهمه. الملحدون يمررون المسألة أو يصورونها هكذا: التطور يعتمد على التمايز والوراثة والانتخاب الطبيعي. التمايز يستند في جانب مهم منه على الطفر الجيني، وهو عشوائي كما يصورونه، وليس مسيرا من جهة معينة ولا تتحكم فيه إرادة واعية أو مريدة. والوراثة هي عملية أوتوماتيكية لا ترى هدفا ولا إرادة واعية. أما الانتخاب الطبيعي فهو إن كان غير عشوائي لكنه أيضا غير هادف على المدى البعيد، لأن ما يحصل هو فقط انتخاب الأفضل والأقدر على العيش في المحيط الطبيعي دون تطلع إلى نتيجة بعيدة المدى. إذن لا يوجد شيء اسمه هدف نهائي أو بعيد المدى، فالناتج النهائي أو الحالي حصل من تراكم نتاج هذه العملية مع الزمن. إذن فهي عملية عمياء غير هادفة في النهاية، وبالتالي لا يوجد وراءها قوة مدركة. إذن لا يوجد إله، وهذه هي خدعة التجزئة. والحقيقة أن الطبيعة أو المحيط الذي نعيش فيه ونحن كيان واحد، أو بعبارة أكثر وضوحاً الطبيعة والمتضاعفات والنواسخ كيان واحد، أو لنقل هي كلها عبارة عن عناصر كيان واحد، وبالنتيجة فمجموعها أو هذا الكيان الواحد هادف لا محالة، ثم إنه هادف حتى من نفس منظور التجزئة كما سيتبين، والتي ينظر من خلالها الملحدون. فتابعونا في الحلقات القادمة لمعرفة أدلة وجود الخالق سبحانه والتفصيل على هدفية التطور.